الفرح في الضيقة هو تعليم كتابي، لأن الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لعدة أسباب. الضيقة بتسبب للإنسان فضائل معينة هنتكلم عليها، والضيقة تسبب للإنسان بركات كبيرة نتكلم عليها برضو. عشان كده بولس الرسول بيقول لذلك أسر بالضيقات والضعفات، لأني فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يعني لما تهجم علي الضيقات وربنا ينقذني منها يديني قوة من عنده أنتصر بها عليها. والسيد المسيح علمنا هذا، قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. جايز ينكر ذاته تضايقه وجايز يحمل صليبه تضايقه، لكن هنشوف. اول فرح في الضيقة انك ترى فيها معونة الله واضحة. يعني انت ما بتشوفش معونة ربنا وانت في حياة اللهو والفرح والحاجات دي، لكن تشوف ايد ربنا في حياة الضيقة. واحنا ايضا ككنيسة شفنا ايد ربنا واضحة جدا في كثير من الضيقات التي حاطت بنا. لان حينما يعجز الانسان عن العمل عندئذ يعمل الله وبقوة. فمن ضمن فرح الضيقات انك ترى يد الله عاملها، ودي بيجيب خبرات للكنيسة وخبرات للأفراد. حتى الآباء الأول حتى الرسل كانت فيهم ضيقات كثيرة تقابلهم. يعني ومع الضيقات بركات. يعني اعرفوا ان الضيقة لها وجهان، وجه منه هو الضيقة والوجه الاخر هو البركة. لما جيلك ضيقة ما تبصش بس للوجه الضيق، بص للوجه الاخر اللي هو البركة. مثال لكده القديس يوحنا الرسول وهو من احب تلاميذ المسيح اليه، نفي الى جزيرة بطمس. وفي جزيرة بطمس يقول ايه؟ انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. شريككم في الضيقة مع انه الرسول كبير. وفعلا وهو في بطمس رأى رؤى لم يرها اي واحد من الرسل الباقين، بل رأى عرش الله في السماء والقوات السمائية موجودة دي في سفر الرؤيا اصحاح 4:5. واخذ وعودا، من ضمن الوعود هو ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. ده كلام جميل ما سمعوش وهو في اورشليم، لكن سمعه وهو منفي في بطمس. بولس الرسول لما اتكلم عن ضيقاته في كورنثوس الثانية اصحاح 6 واصحاح 11 حاجات عجيبة. بيقول باختار من الاخوة واختار من الامم، اختار من اخوة كذبة
واخطر في المدينة واخطر في البحر واخطر في البرية، وثلاث مرات انكسرت بي السفينة، وايام وليالي قضيتها في العمق، وكذا مرة قلت جلدوه حتى ظن انه مات في بعض الاوقات، ولكن مع ذلك كانت لهذه المتاعب اكاليل، واستحق ان يصعد الى السماء الثالثة ويرى اشياء لا ينطق بها. ربنا ما بيتركش حد في الضيقة. الضيقة تعلمنا الصلاة، بيقول في المزمور: في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي. ولذلك داود كان يصلي في الضيقة وبعدين يحول الصلاة الى شكر في نفس الوقت. يقول ايه مثلا؟ يقول: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص اله. وبعدين: وانت يا رب هو ناصري مجدي ورافع راسي، بصوتي الى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل القدس. ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم، فان الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب لصلاتي قبل. الله، ده انت لسه بتصرخ، بيصرخ ويشعر بالاستجابه في نفس الوقت. الضيقه تعلمنا الصلاه، وتعلمنا ان الرب ممكن ان يحول الاعداء الى اصدقاء. اذا ارزق الرب طرق انسان جعل اعداءه يسالمونه، بآية. الضيقة بسببها ننال دعاء من الناس. يمكن قليل لما الناس يدعوا لنا واحنا في وقت مبسوطين، لكن لما نكون تعبانين يبتدوا يدعوا لنا، فاحنا بناخد بركة دعوات كثيرة في وقت الضيقة. ولعل من اكثر الامثلة لهذا الامر النشيد الذي كان يقال في وقت الضيقة، مزمور 19: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه، يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك. هذا المزمور نعتبر ان واحد في ضيقة فداود النبي بيقول له الكلام ده، او نعتبر واحد في ضيقة والملائكة قاعدة تقول له في ضيقته: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم اله يعقوب. او يلاقي ناس من اصحابه قاعدين يقولوا له الكلام ده. فبرضو الضيقات بتسبب لنا دعاء كثير من الناس، واحنا في الضيقة يقولوا لنا: الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. دي مزامير بيصلوها الناس من أجلنا إذا كنا احنا في ضيقة. لما أبونا يعقوب كان في خوف من أخيه عيسو، قالوا الصوت من ربنا في الرؤيا وقال له: ها انا معك واحفظك من كل سوء واردك الى هذه الارض. كويس اوي الدعوات دي اللي تيجي في الضيقة. في الضيقة ايضا تختبر حفظ الله وخلاصه، زي ما قال موسى على شاطئ البحر الاحمر، قال للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب. تختبر خلاص ربنا وتختبر حفظه. هو الانسان اللي ما مرش بضيقات هيكون عنده خبرات. خبرات ايه؟
اكلنا وانبسطنا وشربنا واحتفلنا. هي دي الخبرات. لكن الخبرات اللي يقول فيها في المزمور: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. اللي قالها داود النبي عند سخط غضبهم عليه. وقل نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. هذه الخبرات الروحية. يا ريت كل واحد يسجل الخبرات الروحية اللي عملها ربنا معاه في ضيقاته. اختبار الحفظ والخلاص، اختبار المن والسلوى، اختبار السحابة التي تظلل بالنهار وعمود النار الذي يرشد بالليل، اختبار الصخرة اللي فجرت تخرج منها ماء، اختبار وعود الله: لا تخف لأني معك. زي ما قال لبولس الرسول، قال له: تكلم ولا تسكت ولا يقع بك احد ليؤذيك. مفيش حد يقدر عليك. ولا يقع بك احد ليؤذيك. وزي ما قال ارميا النبي: يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول للرب اللي انقذك. انت في الضيقة بتختبر ربنا وبتختبر حفظه وبتختبر عنايته ورعايته. شوفوا يوسف الصديق، لولا الضيقات اللي وقع فيها ما كانش اختبر ايد ربنا التي نقلته من السجن ليكون الثاني في المملكة. يعني لو يوسف الصديق ما حدثت له ضيقات كان يجري ايه؟ كان زمانه بيرعى الغنيمات القليلات في المرية زي ما كان في الاول. لكن الضيقة هي اللي وصلته للمجد العظيم الذي وصل اليه فيما بعد. في الضيقات تخش في خبرات روحية. زي ما قول داود: دفعت لأصبر والرب عضدني، قوتي وخلاصي هو الرب وقد صار لي نشيدا. نحن لا نستطيع إطلاقا أن نفصل الضيقة عن معونة الله. الضيقة لوحدها تبدو شيء مؤلم، لكن الضيقة ومع معونة الله تبقى بركة كبيرة. ولذلك يقول الكتاب: في كل ضيقهم تضايق وملاك خضراتهم يخلصهم. وداود يقول عن ضيقاته: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن أموت بعد بل أحيا. في الضيقة نختبر كيف يقودنا الله في موكب نصرته، كيف يقودنا الله في موكب نصرته. لا نفصل الضيقة عن معونة الله، ولا نفصل الضيق ولا نفصل الضيق عن البركة. لأن الكتاب بيقول: بالضيقات كثيرة ينبغي أن ترثوا ملكوت الله. طب ولو انت مش عايز الضيقات يبقى ما تاخدش البركات كمان، يعني بالعافيه. ده المسيح بيقول: ادخلوا من الباب الضيق. الباب الضيق هو اللي يوصل. ايضا لا نستطيع ان نفصل الضيقه عن معنى الضيقه. كلمه دي عايز تفسير شويه. يعني ايه معنى الضيقه؟ لماذا سميت الضيقة ضيقة؟ سميت الضيقة ضيقة لأن القلب هو الذي ضاق عن أن يتسع لها.
فالضيقة موجودة في قلبنا مش موجودة في المتاعب اللي بره. ولو قلبنا واسع ولا نتضايق من حاجة ولا نتضايق من حاجة. يعني زي واحد قال مثل كويس، قال حتة الطين ترميها في كوب مية تعكر المية، حتة الطين دي ترميها في المحيط يفرشها في أعماقه ويقدم لك ماء رائقا وما عكرتش المحيط. فهل انت قلبك زي الكوب ولا قلبك زي المحيط؟ عشان كده بولس الرسول لما وبخ اهل كورنثوس وخدوا على خاطرهم فبعت لهم يقول لهم ايه، يقول فمنا مفتوحا لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في انفسكم. لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. وسع قلبك على الاخر كده تلاقيه يبلع الضيقات ويروح. تقول يعني استمر في الضيقات على طول عشان قلبي واسع؟ لا، انت توسع قلبك وتوسع عقلك برضه. توسع عقلك ليه؟ لان الضيقة برضه تعلمنا الحكمة وتعلمنا طريقة حل الضيقة وتعلمنا واخر. والضيقة ايضا هي التي تعلم الرجولة. ازاي؟ اجيب لكم مثلا داود النبي كان راجل اشقر مع حلاوة في العينين، قعد طول عمره يغني على القيصار والمزمار والعشرة الاوتار. بالشكل ده يصلح ملك؟ لازم يخشوشن شوية. يخشوشن شوية ازاي؟ ربنا رماه في يد شاول الملك، بهدله وحسده وجري وراه من برية لبرية ومن مدينة لمدينة وعايز يموته بأي طريقة، لدرجة سلط عليه مراته وعياله. وقعد داود يقول لماذا كثر الذين يخذلون ودان ربنا قال له كويس كده، انت دلوقتي تخشوش الضيقة تستطيع ان تعطيك الشخصية التي تحتمل مسؤوليات الملك وتحتمل مؤامرات الناس من هنا ومن هنا. صدقوني داود مش بس قبل الملك كان بيطهد وشاول، في المزمور الثاني يقول ايه؟ لماذا ارتكت الامم وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع اغلالهم ولنطرع عنا نيرهم؟ ما هو ضده برضه دول. لكن الضيقات اوجدت فيه الحكمه والشخصيه الصلبه والمزامير والصلح. حاجة تانية عايز اقولها لكم في الضيقة، زي بقول الضيقة موجودة في قلوبنا مش موجودة بره. الضيقة ايضا لها وقت وتنتهي فيه، مفيش ضيقة على طول ابدا. ربنا لا يجربكم فوق ما تطيقون. الضيقة لها شكل هرمي زي كده، تطلع فوق فوق تصل للقمة وبعدين تنحدر تاني لتحت، لكن ما تطلعش على طول كده مش ممكن. يقول ويعطي مع الضيق المنفس، فليها وقت وتنتهي فيه. قصة ايوب واخد ضيق لكن جه وقت انتهت فيه الضيق. الكتاب يقول كثيرة هي احزان الصديقين لنص الاية، والنص الثاني ومن جميعها ينجيهم الرب. فما تاخدش النص الاولاني وتكركب معاك، لا. يقول ولكن حزنكم يتحول
إلى فرح. هي ضيقة للمنفعة، ضيقة تعلم الصلاة، تعلم الصبر، تعلم الاحتمال، تعلم انتظار الرب. يقول لك تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ربنا هيجي هيجي، ان ظهر ليك انه متاخر لا، ربنا بيجي في الوقت المناسب، لكن هيجي هيجي ولو في الهزيع الرابع من النهار. تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الضيقة ايضا هي هبة من الله. بيقول سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجل، ويقول ان كنتم تتألمون معه فسوف تتمجدون معه. التدليل ايها الابناء والاخوة ما ينفعش، التدليل يكون شخصيات مهزوزة. التدليل يكون ايه؟ شخصيات مهزوزة. لكن اللي يخش مدرسة التجارب ومدرسة الضيقة يطلع تماما. ومن هنا كان العصاميون مثلا، الاشخاص العصاميين يعني اللي بنوا نفسهم بنفسهم. وليه بنوا نفسهم بنفسهم؟ لانهم نشأوا نشأة فقيرة مسكينة، عيلتهم مش قادرة تبنيهم، فبدأوا يبقوا عصاميين. الضيقة ايضا لا تمنع الفرح بالرب. بولس الرسول وهو اسير في سلاسل ومرمي في السجن الداخلي، يعني السجن البعيد جدا عن الضوء والهواء، كان قاعد يسبح طول الليل ويرقد لغاية لما جاله ملاك وهز أبواب السجن. ولذلك كلمة جميلة قالها بولس الرسول، بيقول كحزانا ونحن دائما فرحون، كحزانا ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. الناس يفتكرون حزانا لكن احنا دائما فرحين. الضيقة تعلم الحكمة في طريقة حلها وتوسع القلب لكي يقبلها. والضيقة تعلم الإيمان. نقول في الإيمان المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي أختاره لنفسي. حتى فترات الذل داود يقول خير لي يا رب أنك أذللتني لكي أتعلم وصاياك. والضيقة لها وقت تنتهي فيه ويجي الفرج، زي ما بيقول الشاعر، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.